مرحبا يا حبايب القلب، كيفكم؟ شو الاخبار؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. مثل ما شفتوا رح نعمل تمارين بالبيت، 5 دقائق تمارين لحتى نطلع عضلات المعده كاملين بخمس دقائق تقريبا. شي 7 تمارين هنن، كل تمرين 30 ثانيه والراحه بيناتهم 15 ثانيه، رح يكونوا متتاليين ورا بعض، تمام؟ بس راحه 15 ثانيه بين السبع تمارين كاملين. خليكم معي تمرين تمرين، خلينا نبلش سوا نتمرن معده بالبيت. ممكن تعملون قبل ما تاكلوا الصبح على الريق بيكون افضل، تمام؟ ونبلش باول تمرين. انتم جاهزين؟ خلينا نبلش، يلا.
يا إلهي، تمرين خرافي. شايفين؟ شدت بخمس دقائق. فيكن تعملوه هو إذا أنتوا حسيتوا هذا التمرين صار سهل عليكم، تعملوه كمان خمس دقائق مرة تانية. كل شوي يعني كل ما يصير عندكم أسهل هذا التمرين تعملوه خمس دقائق زيادة. بس بلشوا بخمس دقائق هدول، راح تلاقوا كتير رائع. لمدة شهر راح تشوفوا أبس وبطن خرافية. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا لايك واشتراك القناة، تكون تدريب شخصي على الفيس أو على الانستغرام، بحبكم كتير تكير. سلام.